ما بيجي تتوفى تتوفاهم لين توفيهم الملائكة محذوفة. قال له آخر ما بيجي تتجلى ما بيجي على ما بيتاين تلقى يصفي على كتبينه ما به جئت تجلى تتجلى ما به جئت تجلى عرفه ورائحته كالمسك ضائع ضائع من ضاع يضوع أي فاحت ما به جئت تجلى أي ظهر عرفه لكن هو قصده تتجلى ما به جئت تجلى عرفه كالمسك ضائع والذي يخفى عليه عمره في الله ضائع لم يقرأ النحو ضائع معناها مع فائح وهذه معناها ضائع معناها ذهب ولم يعد. قالوا يدل على المحذوفة الثانية قراءة بعضهم ونزلوا الملائكة تنزيلا ونزلوا كأنه قال وننزلوا لأنه قال الملائكة ويوم تشقق السماء بالغمام قال ونزلوا الملائكة أي أنها وننزلوا وكذلك قراءة بعضهم وكذلك نجي المؤمنين ننجي المؤمنين أصل ننجي المؤمنين إذن هذا يدل على المحذوفة الثانية الأولى في القراءتين هذه الله أعلم. أنا أقول لي وما بتاء ابتدي قد اقتصر فيه على تكتبين العبر وفك حيث مدغم فيه سكن حل حل إذا اتصل في ضمير رفع متحرك وهي ناء الفاعلين ونون النسوة وتاء الفاعل تقول في حل حللت وتقول حللنا والنساء حللنا وفك حيث مضام في سكن لكونهم بمضمير الرفع اقترا وضمير الرفع المحرك هو تاء الفاعل ونا الفاعل فكك وبعضهم أبقاها كما هي تقول حلت حللت تقول حلت وحلنا أي حللنا والنساء حللنا أبقاها كما هي. قال هي لغة لبكر بن وائل وفك حيث مضغم في سكن لكونه نحو حللت ما حللته. قالوا يا ابن مالك هذا تواضع منك كان عليك أن تقول حللت ما حللته هو جعل نفسه مشبها بك نحو حللت ما حللته وبالعكس قالوا يريد أن يشير لك إلى أنك عند وصولك إلى هذا المكان استكملت الألفية وصلت إلى ما وصلت أنا إليه. هو قال حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخير قوفي الجزم ماذا تقول تقول في يشاق يرد يرد الدال الأخيرة عرض جزمها بسبب الجازم والتي قبلها ساكنة وإسكان التقاء الساكنين محظور فأنت مخير إن أحببت تخلص من التقاء الساكنين بفتح الأخير وإن شئت فك الإضغام وتخلص منهم واجتمع في القرآن الكريم ولا تمنن فك أقتمن قال ولا تمنن ومن يحلل عليه غضبي ومن يشاق الله ومن يشاقق الله تخير وتقول رد الأمانة وردد الأمانة ومنن ومنن أو لا تمنن ومن إذا كان الفعل إذا كانت عين مضارعه مكسورة أو مفتوحة لك عند دخول الجازم عليها والأمر منه أن تفتح اللام وتكسرها فتقول في فر تقول لم يفر ولم يفر لم يفر لم يفر ولم يفر كسر والفتح وتقول في عض يعض تقول عض على الحق وعض على الحق وتقول لم يعض ولم يعض وتقول لم يفر ولم يفر إذا كانت عين مضارعه مضمومة لك ثلاثة أوجه لك أن تقول لم يرد رد يرد تقول لم يرد ولم يرد ولم يرد وبالثلاثة الأولى قول وتقول رد ورد ورد وبالثلاثة الأولى قول 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 جرير ويرد فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا فغض الطرف غض وغض وغض إذا اتصل بي هذه الأفعال ألف اثنين تقول رد وتقول مع الجماعة ردوا ويا المخاطبة ردي
إذا اتصل به هاء المخاطبة يجب فتحه، تقول ردها فقط، لأن الهاء حرف خفي، فكأن الألف التي بعد الهاء ولية الدال، فقال ردها. وإذا اتصل به ضمير الغائب تقول رده بالضم فقط، لأن الهاء حرف خفي، فكان الواو التي الصيغة التي بعد الهاء ولية الدال، تقول رده. ولبعض المغاربة إن جزم الفعل الذي قد شدد، إن جزم الفعل الذي قد شدد آخره كلا تضر أحدا فاكسره مطلقا لقوم، وافتح لآخرين تقول لم يرد ولم يرد كلاهما، فاكسره مطلقا لقوم وافتح لآخرين، ثم إن الفصحاء من هؤلاء الذين يفتحون حيث يلقى ساكنا يأتون بالكسر كسر الحزن، البعض كسره مطلقا والبعض التزم الفتح إلا إذا لقيه ساكن فإنه يكسره مرة أخرى. إن جزم الفعل الذي قد شدد آخره كلا تضر أحدا.